أكمل بس على كلام سامح بخصوص السؤال اللي كان طرحه بعض الزملاء حوالين موضوع الإسلاميين. الناس في بعض القوى الليبرالية وقوى اليسار واضح إن هم مش بس يعني ما بقوش يشوفوا، ده بقوا بيضبطوا، مش شايفين حاجة خالص من اللي بيتم حواليهم غير بعبع اسمه عفريت اسمه إسلاميين. مش شايف خالص إنه الثورة المضادة والدولة بتاعت مبارك ماسكة مفاصل البلد وبتعود بكل قوة بتكسم على بتهجم على الثورة المصرية. مش شايفين ده تحليل، مش شايفين أي حاجة خالص. شايف لسه بقول لك اتنين زي بعض، الإسلاميين والجيش، هو ده اللي شايفه. طيب احنا على قطيعة تامة مع الافكار والرؤيه اللي بيتبناها بعض الليبراليين وبعض اليساريين فيما يتعلق برؤيه اطراف الثوره المضاده او الجيش والاسلاميين يعني. وطول الوقت بيطرح سؤال ايه الموقف من الاسلاميين. اليسار ايد طبعا وكان بيدعي وكان على يمين الدوله في الحقيقه في قصه فض الاعتصامات بالقوه. اليسار المصري كان الحكومه متاخره طبعا، ما اعرفش كانت بتترتب ظروفها ولا ايه، في فض الاعتصام رابعه، وكانوا شعار اليسار المصري اين الفض؟ اين الفض؟ اليسار المصري طلع بيان كان مكتوب فيه الدوله المصريه الرخوه، الدوله الرخوه والحكومه اللي مرتعشه، الحكومه دي اللي بتنيم القاهره 20 مليون من الساعه 6 حكومه مرتعشه. يا اخي جاك مصيبه، حكومه ايه ومرتعشه ايه ودوله ايه اللي رخوه؟ انت قدام دكتاتوريه عسكريه بتنيل الناس، كانت بتلعب كوره في بورسعيد في وقت حظر التجول، وكانت بتلعب كوره وقت حظر طنطاوي. النهارده الناس كانت بتجري الساعه 6 زي ساعه فطار عشان تلحق تروح تنام قبل الحظر، تخش بيتها قبل الحظر، ويقول لي دوله رخوه وحكومه مرتعشه. ده يسار، ده يسار المصري، ماشي، ده اليسار المصري. وفضوا اعتصام السويس للصلب بالدبابات وقبضوا على العمال وقدموهم للمحكمه واتفصلوا بالمناسبه النهارده وخرجوا من المصنع قبل فض اعتصام رابعه ودخلوا مصنع المحله بالدبابات بعد فض اعتصام رابعه. وقلنا ان القصه مش رابعه، والقصه مش الاخوان المسلمين، القصه الدوله العسكريه اللي هتفض رابعه او هتتجاوز رابعه وهتتجاوز الاخوان المسلمين، هتتجاوز ال 10,000 وال 15,000 معتقل على الاخوان، وحطول غيرهم، وهي مش هدفها فقط بس الاخوان النهارده خلص عليهم وبعدين يسلمها لكم بيضه مقشره. السيسي هيسلم البلد بيضه مقشره للدوله المدنيه. مستنيينها ما يسلمها لهم. فقلنا واحنا من الاول قلنا انه الدوله العسكريه جايه تطيح الثوره مش بالاخوان. ولما بنتكلم بالمناسبه عشان بس التاويلات، لما بنتكلم عن انقلاب ما بنتكلمش عن انقلاب على شريعه مرسي. بنتكلم عن انقلاب عن الثوره. ان احنا كنا في مقدمه صفوف 30 يونيو وكنا اول مظاهره دعي ليها ضد جماعه الاخوان المسلمين كان الشاهين الثوريين من ضمن الناس اللي داعين ليها، اللي هي 31 اغسطس بعد مظاهره الزفت ده ابو حامد اللي هي مظاهره سلوليه دي مش شاركناش فيها، لكن اول مظاهره ضد مرسي كانت 31 اغسطس بعد ما تولى السلطه تقريبا بشهر او 20 يوم. فالموقف من سلطه مرسي وتبني نفس السياسات وكذا كذا من الاول موقفنا واضح، لكن موقفنا اوضح وطول عمره واضح من السلطه العسكريه ومن الثوره المضاده، ومش هيتغير تحت اي ابتزاز، تحت اي تشهير، ماشي، من ما شاء الله اليسار المصري، عمرنا ما هنغير الموقف. اللي ما يشوفش الخطوره الحاليه يبقى يعني مش فاهم، يعني التصنيفات بعد كده مش هتنفع تبقى ان احنا مختلفين في وجهات النظر. لا، ده بقى في بتوصل احيانا يعني لخيانه للثوره، في احيانا مواقف سياسية بتوصل لمرتبة الخيانة للثورة. لما تبقى في موقع كتف بكتف مع في الحكومة مع اسمه ايه ده بتعامل الدولة عادل ماسك التنمية المحلية اللي يشرف على الانتخابات، عادل لبيب، عادل لبيب هيشرف على الانتخابات لواء أمن الدولة السابق، ماشي، وبيقعد معاه جوه الوزارة يساريين، فماشي ماشي، هما دول اللي هيعملوا الدولة المدنية. فطول الوقت بيتصار موضوع الاسلاميين، يا سيدي سك على موضوع الاسلاميين، او واحد يجي يقول لك
لا انت لازم تطلع بيه تحط فيه يسقط حكم العسكر يسقط حكم المرشد والمرشد في السجن. واحد يسال والله يا واحد يسال ولو حط يسقط حكم المرشد لازم تحطها جنبها والمرشد في السجن. اقول له يسقط ازاي؟ هو افطر يخرج. فهو ده موقف اليسار المصري. لكن احنا موقفنا واضح، احنا هيبقى الصوت معلش ضد عوده الدوله الامنيه ضد الدوله العسكريه. موقفنا هيبقى مع كل النظرات الاجتماعيه، كل النظرات الاجتماعيه ايا كانت التركيبه اللي جواها ماشي. وزي ما رحنا وتضامنا ووقفنا كتف بكتف مع اضراب عمال السويس للصلب اللي قبضوا على 2 من قيادته من ضمن 12 قياده، لان الاثنين دول بس اللي ملتحين عشان يوصف. ما ده بقى حرب على الارهاب، واخد بالك يا حاتم؟ حرب على الارهاب ايه بقى؟ اضراب في شركه السويس للصلب في 12 قيادي العمال مفاوضينه منهم 2 ملتحين. راح الجيش قبض على 2 الملتحين ليه؟ عشان ده بتاع رابعه الاضراب ده بتاع السويس للصلب ده تبع الاخوان المسلمين ويصور طبعا المهم. فدي لا احنا بقى هنتضامن مع الاثنين الملتحين اللي جوه السجن دول، لان دول قيادات الاضراب مش دول الاخوان المسلمين، دول قيادات اضراب السويس للصلب اللي بيرفع مطالب العداله الاجتماعيه. وهنتضامن مع عمال السويس للصلب، مش هنخدع ابدا بستاره الحرب على الارهاب. فدي نوع، ده نوع الشغل القاعدي وتفسيرنا لفكره الاسلاميين. لما بنشوف الاثنين العمال الملتحين بتوع السويس للصلب مختلفين تماما وكليا عن حسن مالك، هو ده تفسير الشركين الثوريين لفكره الاسلاميين وتركيبه الاسلاميين، مش الايه الاسلاميين اللي هو حيطه قالب واحد كلهم كده اسمهم الاسلاميين. لا، في قواعد من العمال منتمين للتيار الاسلامي للاسف هم جمهور اليسار، بس راح للتيار الاسلامي لان اليسار في التسعينات وفي الثمانينات ماشي كان برضه بيحارب الارهاب مع مع لا مع زكي بدر ومع الالفي حسن الالفي ومعهم حبيب العدل. يعني انا في واحد احد القياده اللي قالت المسمى يساريه قعد 10 سنين ماشي ما بيعملش حاجه غير بيحارب الارهاب مع الدوله ماشي، وفي وقت الدوله بتضرب عمال حديد والصلب بالنار وبتطلع تضرب عمال تفر الدوار بالنار وبتطلع تضرب نفيسه المراكبي بتاعت الفلاحين بالنار، وهو بيحارب الارهاب مع الدوله وبيكتب كل يوم مقاله في الاهرام. ف ده نوع من اليسار تسبب في انه قطاعات من العمال راحت الاخوان المسلمين اللي هو طبعا عامله تحت مفهوم جمهور اليسار الاساسي، قطاعات من الطلبه راحت الاخوان المسلمين لان كانت بتشوفهم في الوقت ده هم اللي بيناطحوا دوله مبارك وهم اللي بيوقفوا دوله مبارك. هم حقيقتهم ايه بقى بدوله مبارك مش مهم، بس الناس كانت بتشوفهم كده بتدور على غيرهم من اليسار مش لاقيه، لاقيه واحد قاعد مع عن الدوله. فوبالتالي عمرنا ما هنمشي في الخط ده، عمرنا ما هناخد الموقف ده. لينا القواعد الاجتماعيه العماليه نشتغل معاها، ولينا القوى الثوريه اللي عايزه تكمل الثوره ضد مين؟ عشان بس يبقى واضح، ضد الطبقه الحاكمه بالكامل من اول الجنرالات وقيادات المؤسسات الامنيه، رجال الاعمال بكل تصنيفاتهم اللي بالنسبه لنا ما يختلفوش سويرس عن حسن مالك عن عمرو موسى عن السيد البدوي عن اي حد من سلسله وحراميه رجال الاعمال اللي بيسيطروا على ثروه البلد، و النظام القديم او فلول الحزب الوطني او الاحزاب السياسيه اللي على شكلتهم دول كلهم، وطبعا ومن خلفهم حلفائهم في الاداره الامريكيه والمصريه. دي الطبقه الحاكمه، دي عدوتنا اللي عمرنا ما هندخل في تحالف مع طرف فيها، لكن تحالفنا هيبقى مع الشباب الثوره، مع القواعد الاجتماعيه القوى الاجتماعيه العمال والفقراء. دي المكان اللي ممكن نبني فيه الطرف او الكيان البديل الثالث البديل الثوري الجبهه الثوريه اللي ممكن احنا نشتغل معاها. انا في نهايه كلامي برضو بعيد تاني، انا شايف انه الاشتراكيين الثوريين كحركه احد القوى الثوريه اللي انا شايف انها تمثل حزب ثوري انا مؤمن بيه يقدر يحمل شعله الثوره ويكمل مسيره الثوره المصريه في الشارع. الحركه اللي موجوده من نهايه الثمانينات وبدايه التسعينات او الشغل الحقيقي ليها موجوده رافعه رايه الثوره من وقتها، متضامنه مع كل الاحتجاجات قدام كل السلطات قدام اي اجراءات هتعمل لنا لحد دلوقتي قضيتين تنظيم من 2003 و2013، وايا كان وسائل القمع اللي بتستخدم من السلطه الحاكمه عمرنا لا هنتحالف مع هذه السلطه او ننزل رايتنا
اللي بتتكلم طول الوقت حوالين انتصار الثوره وحوالين ان التغيير مش هيحصل الا بثوره شعبيه تطيح بكل الطبقه الحاكمه وتعيد توزيع الثروه في البلد لصالح الفقراء. الثوره تقوم بسيطره الغالبيه العظمى من المنتجين على وسائل الانتاج وعلى ثروه البلد والقضاء بالكامل على كل الطبقه الحاكمه. يعني سامح عايز يديهم 800 جنيه، انا شايف انه مكانهم على جرائمهم اللي ارتكبوها في حق الشعب وفي حق الثوره مكانهم على منصات الاعدام جميعا. كل الناس اللي قتلت واللي سرقت من جهوز الثوره المضاده، ولا نبقى يبقى في مشكله. فانا بدعوك كل الزملاء اللي حاضرين النهارده في القاعه مش موجودين معانا في استمارات عضويه انضموا.